بونجور تو الموند، صباح الخير جميعا. النهارده ان شاء الله معادنا مع كابسول فيديو تانية، والمره دي هنتكلم عن لي جور دو لا سمين، ايام الاسبوع. يلا بينا. اول يوم بيبتدي بيه اسبوع العمل في فرنسا وفي غالب اوروبا بيبقى يوم الاثنين لندي مارتي ميركودي جودي vendredi, samedi, dimanche. Je répète, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous avez dit, يوم lundi هو اليوم أو يوم الاثنين هو أول يوم عمل في الأسبوع، وبيجي الويك إند يا إما يوم السبت كله سامدي من أول النهار أو سامدي أبخي ميدي من يوم السبت بعد الظهر لحد يوم الاثنين لحد كله ديمانش. فالويك إند لغالبية العاملين في فرنسا بيبقى سامدي إي ديمانش. بكده احنا خلصنا الجور دو لا سمين ايام الاسبوع. خلينا نعرف شويه معلومات خفيفه عن ايام الاسبوع. اتونسيون، نخلي بالنا، با دو ماجوسكول او جور دو لا سمين، يعني ايام الاسبوع ما لو جاتش في اول الجمله مش بحط لها كابيتال لتر او حرف كبير في اولها. زي مثلا جو في بارتير ماردي أوكير. لاحظ ان مغدي ما جاتش في اول الجمله فما حطيتلهاش ام ماجسكول، الام بتاعتها مينسكول عادي. لو عايزه اقول ان انا بعيد حاجه او حدث بعمله كل يوم اتنين كل يوم تلات يعني بصوره متكرره، عندي طريقتين، يا اما انا بحط لو الارتيكل لو قبل اليوم بتاعي، او بقول تو لي وبحط اس اللي هي علامه البلوريال للجمع في اللغه الفرنسيه. خلينا نشوف مثال مع بعض. لو لندي او تو لي لندي، ولندي اخذت اس، جو جو او فوتبال. يبقى انا كده كل يوم اتنين بلعب كره قدم. طبعا اليوم يتغير على حسب يعني كل شخص وعلى حسب الموقف. الملحوظه الثالثه، احنا احيانا في اللغه العربيه بنضع كلمه يوم قبل اليوم بتاع الاسبوع، يعني بنقول مثلا ساذهب للطبيب الاسنان يوم او يوم الخميس. في ان فرونسي ما بنقولش كده، ما بنحطش كلمه يوم، بنقول اليوم الخميس على طول او اليوم المفروض هروحه على طول. فبقولها بالفرنساوي je vais chez le dentiste jeudi. Je vais chez le dentiste jeudi. ما فيش كلمه jour او يوم قبل جودي. طيب اون دي بنقول بالفرنساوي لاندي ديرني، يعني بحط مثلا اي يوم من ايام الاسبوع واحط الادجكتيف ديرني علشان اقول اللي فات او السابق. على العكس بحط مثلا اليوم والادجكتيف بروشان يعني القادم، يبقى عايزه اتكلم عن اليوم اللي قادم او الثلاث القادم الاربع القادم، وعلى حسب اليوم انا بحط الاختيار بتاعي وبحط الادجكتيف بروشان. جو ريبيت لندي ديرني ماردي بروشان. كمان ممكن احدد انهي توقيت في اليوم عن طريق ان انا بحط اليوم وبعدين بحط ماتان او ابري ميدي او سوار. فاقول مثلا زي الاكزامبل اللي عندي ماردي ماتان ماردي ابري ميدي ماردي سوار. لو عايزه اقول هشوفك او القاك الاحد القادم الجمعه القادمه، بحط البريبوزيسيون ا، حط وراها اليوم بتاعي، فاقول مثلا ا ديمانش ا ساندي. لو عايزه احدد التاريخ، ازاي بكتب التاريخ باللغه الفرنسيه؟ لو هحدد اليوم في الأسبوع واليوم اللي في الشهر والشهر والسنة بيبقى ده الترتيب، بقول اوني لو، واللو هنا اختيارية ممكن أحطها وممكن لأ. ماردي 5 مارس
2021. Je répète, on est le mardi 5 mars 2021. Je répète la lecture. Lundi dernier, mardi prochain, mardi matin, mardi après-midi, mardi soir, à dimanche. On est le mardi 5 mars 2021. بكده نكون خلصنا الكابسول بتاعتنا النهاردة. Merci de m'avoir écouté avec patience. Vous étiez avec votre professeur de français, Madame Esra. Merci et bonne journée.